طيب انا عارف انكم حضراتكم عايزين تسألوا، هو سوارش كان غضبان ليا جدا بعد الماتش. اتفضل يا محترم الاستاذ سمير ولا سمارة ولا سمرة، بيقول لي في سؤال مهم. اتفضل حضرتك، اتفضل. يعني كل الناس عايزة تسأل، سوارش كان غضبان ليا لدرجة انه ما اجابش على اسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي. هو سوارش كان غضبان ليا؟ ما اعرفش. محمد فوزي بيقول لك مدرب الطوب الاحمر، مش فاهم يعني، يعني مدرب عن المحارة ولا ايه؟ طيب خلينا نسأل الاستاذ احمد السيد، نعرف سوارش كان غضبان ليا؟ يعني سواريش بيقول لك كان غضبان جدا ولم يجب على الأسئلة، هل هو مضغوط ولا عنده المعلومة اللي عندنا اللي قلناها ان هو ماشي اول تسعة؟ يعني المعلومة اللي عندنا ان الحاج سواريش هيودع اخره اول تسعة، ومعاه مترجم فبيطلعوا على اللي بيتكتب في الاعلام، فاكيد ناقل له غضب الجماهير والاعلام صالحه اليومين دول. نسأل أحمد السيد. أستاذ أحمد السيد السلام عليكم. وعليكم السلام يا أستاذ عبد الناصر، بحييك وبحيي كل المتابعين المحترمين هنا في كل مكان. الأستاذ إبراهيم سلطان بيقول كلام علاء حمام، قلنا اللي يتفرج علينا لا لينا دعوة لا بعلاء حمام ولا علاء ودان، كل الناس حبايبنا وكل الناس إخواتنا، وعلاء حمام أخويا الصغير وحبيبي، ما تقعدش تتفرج علينا تقول لنا فلان قال وفلان قال. احنا يا عم بكلامنا كده كل الناس فوق دماغنا، اللي يتفرج علينا وهيقول فلان قال او عاد عامل له حظر، نحن نحترم الجميع، وعلى كل واحد بيتفرج علينا انه يحترم زمايلنا ويحترمنا. مش هنقعد بقى في الفيلم ده، كنتوا هتخسرونا الاستاذ ابو المعاطي ذكي، فما تخسروناش الناس. اللي هيقول لي تاني ده كلام فلان هعمل له حظر. كل الناس محترمة. اتفضل يا استاذ احمد، قول لنا ايه الموضوع. طبعا فوز النادي الاهلي على انبي بهدفين يمكن اسعد الاهلاويه، قوية بحكم انك لسه بتلعب بالبدلاء يعني العاديين من الاصابات، بتطمن على بعض اللعيبه، فمحمد محمود بيسجل اول اهدافه الرسميه مع النادي الاهلي، نقطة ضايعه كتير، ولكن في النهايه الاهلي فاز. الاهلي فاز رغم يعني برضه بعيد وبعكس بمنتهى الامانه، رغم كتير يعني. خلينا نوضح حتى فكر سوارش في المباراه، هو الاستمرار الاعتماد على اللاعبين الصاعدين. لو نشوف التشكيله، ابتدى مصطفى شوبير، شرقيه، ربيعه، كمان رافت خليل بيتواجد، كريم فؤاد، نصير، فخري، محمد اشرف اللي بياخد النهارده الثقه يوم بعد يوم كظهير ايسر، وكذلك كمان احمد سيد عبد النبي وغريب، واحمد سيد غريب طبعا، وعبد الهادي. تغييرات سواريش كلها كانت بهدف تطوير الشكل الهجومي، يعني نزول زياد طارق، مكيوني، ميدو نبيل، صلاح محسن، محمد محمود حتى في الدقائق الاخيره، كل ده كان بهدف يعني انك تزود القدرات الهجوميه. وبالتالي النادي الاهلي في الفوز بالمباراه بهدفين، طبعا لويس مكسيوني في الدقيقة 71 ومحمد محمود في نهاية المباراة. لكن ما بعد نهاية المباراة، وعلى فكرة أثناء حتى المباراة، بدأ على سوارش أنه مضغوط، بدأ على سوارش وكأنه متوتر، وكأنه يحمل على عاتقه الكثير من الأمور، وبكل تأكيد هو بيتابع سواء من خلال السوشيال ميديا، سواء من خلال المترجم الخاص به، يتابع استقالة شركة الكورة، يتابع مطالبات بعض من جماهير الفريق وبعض من أعضاء مجلس الإدارة برحيله، هو يتابع كل هذه الأمور. طبعا سواريش دخل المؤتمر الصحفي بعد المباراة بمنتهى الأمانة يا عبد الناصر كان متنشن جدا. في البداية رفض قبول أي أسئلة من الصحفيين، قال أنا بعتذر لكم اليوم، أنا مش هجاوب على أسئلة، أنا بحترم عملكم جدا لكن مش هجاوب على أي سؤال، أنا عندي كلام عايز أقوله وخلاص. قال أنا يعني، وكان بيبص ساعتها يا أستاذ عبد الناصر لموبايله وكأنه كان كاتب بعض الكلمات عايز يقولها، كأنه كاتب بيان عايز يوضحه. قال أنا بشكر جماهير الأهلي، أنا عارف المتطلبات الموجودة مني والمطلوبة مني خلال هذه الفترة، أنا موجود في الأهلي من أجل الفوز، إحنا عملنا كل شيء، بنلعب مباراة كل 3 أيام،
فريق الاساسي مش موجود، في اصابات كتيره، بنعتمد على الشباب، الجمهور عارف ان عنده مدرب شجاع. ايوه انا شجاع وعندي شخصيه قويه. في الظروف العاديه الاهلي السنه اللي جايه هيفوز بكل شيء. انا هفوز بكل حاجه الموسم اللي جاي، واحنا كفريق عمل كلنا عندنا من الشجاعه، وبشكر جماهير النادي الاهلي، واحنا عارفين قيمه النادي الاهلي. انا مش جاي هنا عشان اقدم اعذار، جمهور الحقيقه عارف الشخصيه والظروف اللي احنا موجودين فيها، وانا بشكرهم وبقول لهم ان الفتره الجايه هتبقى احسن واحسن. فسواريز يمكن اكتفى بكلمات قصيره بدون الاجابه على تصريحات الصحفيين. كلامه المعد مسبقا يؤكد بس هناك فوق بشكل كبير حول رحيله، فهو يعلم هذا الامر، يعلم كم الضغوط اللي عليه، وبدا متاثرا بيها بمنتهى الامانه. كان باين انه لودد قوي ومحمل جدا ومتنشن جدا، ورغم كده الراجل شال هم او ابتدى يوضح المبررات اللي ادت لسوء الاداء في بعض المباريات، بحجه ان ده كان طلب مجلس الاداره، وانه مش بيلعب بالتشكيله الاساسيه، وانه بيلعب مضغوط مباراه كل ثلاث ايام، وان الموسم واللي بيعمله ده اولا هو شايف ان ده يعني مش انانيه فيه، ده بالعكس هو بيفكر في مصلحه النادي على مصلحته الشخصيه، وان ده ثماره سيجنيها الفريق في الموسم القادم. وبالتالي سواريز يمكن اكتفى بكلمات قليله جدا، لكن ما بين السطور يؤكد انه فعلا هناك شكوك كبيره برحيله مع نهايه الموسم، وهو يعلم هذا الامر، يعلم كم الضغوط اللي عليه، يعلم كم الهموم اللي عليه، لذلك كان لابد منه يوضح بعض الكلمات، منها الجمهور النادي الاهلي، ومنها ايضا بيوصل رسائل للاداره بانه لديه من الشجاعه والثقه في تحمل كل الصعاب، وعنده ظروف كثيره هي اللي ادت ان في سوء للاداء بمثل هذه الشكل في المباريات الماضيه. فده سر غضب سواريز، باين عليه زي ما بقول لك يا استاذ عبد الناصر مهموم متضايق. احمد هو سواريز بكى بعد هدف ميكسوني الثاني؟ مش بكى، لكن هو باين انه مضغوط، يعني الناس يعني شافت انه كانه متاثر فعلا. لكن انا لا، يعني انا ما شفتوش بيبكي، لكن هو مو باين عليه متاثر، هو باين عليه مضغوط، وباين عليه انه الضغوطات كبيره. وخلينا اقول بمنتهى الامانه ان دي من ضمن الحاجات اللي النهارده لو بنتكلم على اجتماع كابتن محمود الخطيب، وهنتكلم في التفاصيل فيه مع لجنه التخطيط او لجنه الكوره في النادي الاهلي، من ضمن الامور اللي اتكلموا فيها هل سواريز سيتحمل كم هذه الضغوطات في الفتره القادمه؟ هل سواريز سيتحمل كم الانتقادات في الفتره القادمه؟ هل سواريز هيتحمل ضغط المباريات ما بقى دوري وكاس وافريقيا و و و مع منتخبات الفتره القادمه؟ يعني كلها امور كتيره تم مناقشتها، واتكلم على الاجتماع ده. ولكن سواريز باين انه كان مضغوط جدا، ويحمل فوق عاتقه هموم كبيره جدا، ويعلم اكيد انه رحيل شركه الكوره اللي كانت متمسكه به ربما يؤثر على مستقبله، حاله التخبط الاداري ان صح التعبير ربما تؤثر على مستقبله. كل دي امور اكيد في دماغ سواريز، وهو بيتابع وبينتظر حسم مصيره. حتى هذه اللحظه كلام كتير، وهنتكلم مع الكابتن محمود الخطيب وشركه عفوا ولجنه الكوره او لجنه التخطيط، ولكن حتى هذه اللحظه سواريز باقي حتى نهايه الموسم. اتكلم في ماتشين مفيش مشكله خالص، يعيد ترتيب اوراق النادي الاهلي، يعيد ترتيب البيت من الداخل. ما بعد استقاله شركه الكوره امور كتيره بتتغير. وخلينا يعني نذكرك يا استاذ عبد الناصر في اجتماع مهم النهارده حصل منذ ساعات، كابتن محمود الخطيب مع لجنه التخطيط، تواجد كابتن محسن صالح، تواجد الكابتن زكريا ناصر، تواجد حسام غالي عضو مجلس الاداره، تواجد امير توفيق مدير التعاقدات. والنهارده لما اجتمعوا في عدم وجود سواريز، دي رساله. ولو تفتكر يا استاذ عبد الناصر انا قلت لك حتى من حوالي 10 ايام ارجاء النادي الاهلي اجتماع كابتن محمود الخطيب وتاجيل اجتماعه مع سواريز للحديث عن الصفقات، ده بيدي مدلول بعض الشيء ان في حاله عدم رضا على اداء سواريز. فالنهارده برضه كابتن محمود الخطيب مع لجنه التخطيط بيجتمعوا لمناقشه مستقبل سواريز ومستقبل الصفقات. النهارده كابتن محمود الخطيب اتكلم ان بيعيد ترتيب كافه الامور الاداريه، خد رؤيه الكابتن محسن صالح، ورؤيه الكابتن زكريا ناصف، رؤيه الكابتن حسام غالي، اتكلموا مع امير توفيق
على تصور للعيبه اللي عندها اعاره وبيع نهائي، في استقرار بشكل كبير على الاقيل مكيوني وبيرسي تاو، كلموا على الصفقات وابتدى امير توفيق يحط يعني وحاله الصفقات وكل لاعب يتكلم معاه والامور التعاقد طبيعي. كان وضع على كابتن علمت الانسان في منتهى الحزن على ما وصل اليه، يعني اداء الفريق وحزن جمهور النادي في اجماع على ان منح اللعيبه راحه الاساسيين ده امر مهم جدا. ارجع شويه يا احمد لو سمحت، ارجع شويه زي ما كنت لان الصوت بدا يقطع، عشان انت بتتكلم دلوقتي كلام مهم جدا. انت دلوقتي بتقول كده تمام، تاكد رحيل بيرسيتاو وميكيسوني. بالظبط كده، تاكد رحيل بيرسيتاو وميكيسوني، وده بعد اجتماع الكابتن محمود مع لجنه التخطيط. ولكن الدراسه بقى الفتره اللي جايه، الاهلي لن يعلن الرحيل بالمناسبه. ليه لن يعلن الرحيل؟ علشان ما يكونش فيه من اللعيبه بعض يعني في المبالغ الماليه او لكن كيفيه الرحيل هي دي اللي بيتم مناقشتها ما بين امير توفيق ووكيل اعمال اللاعبين، وكيل اعمال كل منهما، لان في تفكير طب ماذا اذا خرج على سبيل الاعاره بيرسي تاو، طب ممكن يبقى بيع نهائي، طب لو بيع نهائي الامور الماليه تبقى ماشيه ازاي؟ لكن انت بتتفق على خطوط عريضه وبتشوف بعد كده اليه التنفيذ هتبقى ماشيه ازاي. ففي اتفاق على انت خلاص هتبقي على علي معلول، هتبقي على ديانج، فانت محتاج تتحرك في ثلاث لعيبه اجانب بشكل كبير. انت اتحركت في مهاجم، بتدرس بعض الصفقات كمان، فالاهلي بيقترب من ضم اثنين او ثلاثه اجانب في مش اقل من ست صفقات او ثمان صفقات، يعني خلينا نقول الاسامي اللي تم طرحها مش اقل من ست او ثمان صفقات النهارده تم طرح اسمائها. البعض بالفعل يمكن امير توفيق تواصل معاه، كابتن محمود اكد ان الميزانيه الخاصه بالصفقات ربما تكون الاعلى هذا الموسم، خصوصا ان انت عندك عقد رعايه بينتهي اخر 8، وجبت عقد رعايه جديد بفكر مختلف، انك بتاخد نسبه من المبيعات او نسبه من الاعلانات او نسبه من الرعاه، فده عندك في يعني امل ان المبلغ هيبقى كبير. زائد كمان انت اصلا كمان عندك عقد رعايه القديم ما زالت هناك مستحقات ماليه عليه مستحقه للاهلي هيتم جدولتها. فالاهلي رافض ميزانيه كبيره عشان يتحرك في هذه الصفقات، زي ما انا بقول لك اتحط النهارده اكثر من 8 اسماء تقريبا، يعني في تدعيمات واسماء كتيره بمنتهى الامانه. تسمح لي نقول بعض هذه الاسماء، يعني تم طرح اسم محمود مرعي مدافع فيوتشر، تم طرح طبعا عوده احمد رمضان بيكهام، تم طرح عوده محمد مغربي من الاعاره، تواجد برضو من ضمن الاسماء محمد حمدي لاعب بيراميدز، كمان محمد رمضان بوبو لاعب فيوتشر، طبعا احمد قندوسي لاعب وفاق الصيف، حديث عن عوده كريم نبذت، ابراهيم عادل جناح بيراميدز، وايضا كمان مصطفى شلبي من اندي، وهشام عادل من لاعب الغزل المحله، اتقال كمان موقف شادي حسين مهاجم سيراميكا كيلوباترا، واحمد عاطف لاعب فيوتشر مهاجم برازيلي في الصوره، يعني اسماء كتير. وانا بقول لك يا استاذ عبد الناصر اسماء تم طرحها في اجتماع اليوم بننفرد بيها، ويبدو ان خلاص يعني الاهلي بيتحرك بشكل ما خلال ساعات لحسم هذه الصفقات. كمان الاهلي اتكلم ربما فكر الكابتن محمود الخطيب عكس فكر سواريش، ان عمار حمدي ربما نستفيد بيه وما يطلعش اعاره، فكل الامور دي تم من موقف احمد ياسر ريان، هناك تفكير في الاطباء عليه، ابتدوا يتكلموا على مصير كهربا، كل الامور دي تم طرحها. ولكن خلينا نقول يعني بمنتهى الامانه في امور لسه لم تنتهي بعد، ربما يكون في اجتماع يعني بنتكلم بقى الخميس او الجمعه، لكن هناك حاله اجتماع مستمر ما بين الكابتن محمود الخطيب مع حسام غالي مع امير توفيق مع كابتن زكريا ناصف مع كابتن محسن صالح، ومتابعه شبه يوميه لجدول زمن محدد. الناس هتبدا تسال على مصير سواريش، علم بمنتهى الامانه انه تم البدء في دراسه عدد من السير الذاتيه لتجهيزها في الفتره القادمه. ابتدى الاهلي بشكل رسمي تجهيز عدد، هذا الامر غير معلن وانا بقول ده من مصادري، والاهلي لم يعلن هذا الامر. ابتدى الاهلي يبحث عدد من السير الذاتيه لمديرين فنيين، وربما بعضهم يكون لديه من الخبره والسن الكبير، بعضهم من الشباب من الثلاثينات او اربعينات، في بعض منهم اعمارهم السنيه كبيره وعندهم خبرات. فالاهلي بيدرس الملف، وفي اجتماع ثاني زي ما انا بقول ربما يوم الجمعه لحسم هذا المصير.
فكر بقى التطور في التعاقدات مع مدير فني، مع صفقات، كل ده هيتم حسمه في النادي الاهلي خلال الفتره القادمه. ولكن يعني يبدو ان الامور رايحه بشكل كبير لرحيل سوارش، يبدو ان الامور رايحه بشكل كبير لصفقات من العيار الثقيل في النادي الاهلي. هذا ما يتمناه جمهور النادي الاهلي، وده اللي بيتحرك فيه بمنتهى الامانه يعني الكابتن محمود الخطيب مع امير توفيق. لكن خلينا نقول برضو ان الامور بتتم في سريه تامه. رؤيه لجنه التخطيط ان تواجد سوارش واستمراره في الموسم اللي جاي هيبقى فيه ريسك كبير، لانه لم يقدم ما يقنع به جماهير النادي الاهلي. فهو في تخوف ان انا لو اديت له الفرصه في بدايه الموسم قد وابدا اغير، طب ما ابدا اغير من دلوقتي. فكل دي امور بيتم مناقشتها، ولكن انا بقول بمنتهى الامانه يعني سوارش يقترب من الرحيل، والصفقات بيتم دراستها، وربما بحث رسميه يبدا النادي الاهلي في حسم بعض الصفقات بشكل رسمي. تمام، هايل الكلام ده. طيب برضي شايف ان الفرحه في الاهداف يا احمد كان مبالغ فيها، يعني دوري وخلص، ولا ده برضي بينم على الضغوط اللي فيها اللعيبه بشكل او باخر؟ عندك حق، عندك حق، وانا كنت حتى اتمنى ان حتى فرحه اللعيبه يبقوا مقدرين حزن جمهور النادي الاهلي. انت مهما فرحت بهدف او بمجد شخصي او ان انت عندك حتى ضغوط، لابد انك تراعي شعور جمهور النادي الاهلي، لان انت فاقد بطوله. فوزك بالمباراه حتى ولو بسته ولا بتسعه ولا بعشر اهداف مش هيضيف. لكن اللعيبه بمنتهى الامانه مضغوطه، اللعيبه برضه هناك الكثير منها عايز يثبت نفسه، محمد محمود عايز يرد على البعض وعايز يرد على بعض من الجمهور وعايز يرد على سوارش حتى في عدم الاعتماد بشكل واضح الفتره الماضيه. ففي ضغوطات بمنتهى الامانه برضه عشان تكون الامور واضحه. برضه من ضمن الاسماء، يمكن انا بعتذر ان انا ما قلتش اسمه، مهاجم النصر السعودي دين مشريبوف، يمكن من عنده 27 سنه ولعب في النصر السعودي وبيلعب جناح ايسر وبيلعب كمان مهاجم، يعني من ضمن الاسماء اللي كانت مطروحه النهارده في الاجتماع. وزي ما انا قلت يمكن كمان يعني بعض الاسماء من سيراميكا كيلوباترا، ويعني الناس بتتكلم على شادي حسين ومصطفى ميسي. بمنتهى الامانه ثنائي سيراميكا كيلوباترا سواء شادي حسين او مصطفى ميسي بالنسبه تفوق ال 70% في النادي الاهلي في الموسم القادم. يعني عشان برضو الناس يعني تركز معانا في موضوع الصفقات، مصطفى ميسي وشادي حسين لاعبا سيراميكا كيلوباترا بشكل كبير في النادي الاهلي الموسم القادم. الفكر ان انت في تفاوض مع سيراميكا في المبلغ المالي، وسيراميكا طالب اعاره بعض اللعيبه، طب مين اللي هيطلع اعاره؟ ربما سيراميكا يكون عايز مثلا صلاح محسن، محمد محمود، فالنادي الاهلي بيفكر لسه يبقي على مين. فيعني كل دي امور تفاوضيه هيتم حسمها في الفتره القادمه. ولكن خلينا اوضح برضو، النهارده تم الاتفاق على انه لا نيه لبيع او اعاره قفشه محمد شريف ديان. لا نيه لبيع او اعاره محمد شريف قفشه ديان، وتم التاكيد على بقائهم طبعا بالاضافه للعيبه الاساسيين. لكن الثلاثي دول ليه؟ لان ارتبط اسمائهم في الاعلام بعروض كتيره الفتره الماضيه. طيب ممكن الاهلي مقابل انه يحصل على احمد عاطف وبوبو من فيوتشر يديهم احمد ياسر ريان بيع نهائي؟ ممكن جدا، ممكن جدا، وده علمت ان هيتم مناقشته مع نادر شوقي. بس هو الغريبه في حاجه، هو اشمعنى ليه الاهلي يعني ليه مش مقتنعين باحمد ياسر ريان؟ يعني والله العظيم خليني اقول كلمه حق، ويا ريت الناس اللي في اللايف تشاركني يا طارق يا شاهين، انت وكل الناس اللي معانا زمايلنا واصدقائنا، يعني احمد ياسر ريان ولا كريم ولا احمد عاطف؟ والله العظيم احمد عاطف ما ينفع في الاهلي، والله احمد عاطف ما ينفع في الاهلي يا جماعه، والايام بيننا وراهنكم. يعني احمد ياسر ريان ولا كريم ولا 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 احمد كريم اسمه ايه ده احمد عاطف ولا احمد ياسر ريان؟ طب ما تدي الفرصه لاحمد ياسر ريان، نجح بره ونجح جوه، يعني مش عارف يعني ايه يعني انا ما بفهمش زيهم، ولهم كل الدعم، ولكن موضوع احمد ياسر ريان مستفزني جدا. يعني احمد عاطف، طب ما انت جبت حسام حسن وقلت بكره اهداف، قلنا لك مش هينفع في الاهلي، وقاعد يقول لك ما فيش فرصه، لما خد الفرصه زيرو ولا يستغل اي شيء. يعني احمد ياسر ريان والله افضل من احمد عاطف بكتير.
وعنده من الخبرات وخد تجربة احترافية. يا أستاذ أحمد، يا سيد حسام حسن لعبه شبيه بأحمد عاطف، لعبهم لا يتناسب مع الأهلي، الاتنين هجامة وجرايين، لا هيدرز كويس ولا عنده يعني فن المراوغة كمهاجم، هي السرعات لا أكثر ولا أقل. وأحمد عاطف أقسم بالله الكابتن علي ماهر ذكي، والكابتن علي ماهر معلم، وكونه إنه يقول أحمد ياسر ريان بيع وشراء وخده أحمد عاطف وبوبه هو اللي كسبان. وبعد عندك كده حق. ما انت عندك محمد شريف، بسم الله ما شاء الله، هيرجع لك بعد الإصابة زي الفل نفس الطريقة. يعني أنا مش عارف، يعني بصراحة لهم هي استاذ عبد الناصر، وانا متفق معاك، وهي وجهات نظر فنيه بيتم المقصده والله. الساعه حتى المستشار وائل عوض اهو قال لي، بيأيدني، بيقول لي والله احمد عاطف اقل من العادي، والله اقل من العادي بمراحل. وخد بالك لعيبه كتير بتبقى منوره جدا مع فرقها لما تيجي النادي الاهلي يا او ابني، الزمالك او واحمد فرقه عاطف كبيره. يعني اديني اماره، احمد عاطف منور فين؟ اديني اماره يا جماعه، انا افهم اكتر احسن من الناس اللي في الاهلي؟ لا طبعا، بس انا بستغرب اختياراتهم دي ازاي، هم احسن مني طبعا اكيد، وكباتن مصر وكبار، لكن والله احمد عاطف ما ينفع للاهلي، مش عارف. وبعد كده ما انت جايب شادي حسين وخلصته. لا اله الا الله، يعني انا مش عارف بصراحه. خليني برضو نتكلم، يعني طالما فتحنا حديث عن ملف الصفقات، رحيل محمود وحيد يعني اصبح امر يعني مساله وقت. انا اعلم ان محمود وحيد متفق مع فريق طلائع الجيش، وان الكابتن طارق العشر يعلم او يعني من بدري متكلم معاه وينوي الحصول عليه على سبيل الاعاره. فبشكل كبير محمود وحيد يعني هيكون معار لفريق طلائع الجيش من الموسم القادم. يعني يمكن محمود وحيد لم يقدم الأداء المطلوب أو المرجو منه، فيعني أعتقد هتكون إعارة مفيدة ليه حتى على المستوى الشخصي. كمان في لاعب السنغالي كيتا بالدي، ده من اللعيبة المميزين جدا برضه، يمكن من الأسماء المطروحة. لعب على فكرة في انتر ميلان ولاتسيو وموناكو، يعني لف لفة كبيرة كده من ضمن الأسماء المطروحة، لكن أنا يعني لم أحصل على تأكيد بصراحة من النادي الأهلي هل في تفاوض معاه بشكل رسمي او مجرد اسم مطروح بس عن طريق بعض الوكلاء، ولكن هو تقال اسمه النهارده من ضمن الاسماء يعني المرشحه. في مهاجم برازيلي ايضا برضه اتقال اسمه، ولكن والمهاجم السنغالي اللي هيوصل مصر ده وقالوا انه جاي للاهلي، ولا ده كلام مجرد اجتهادات اعلاميه؟ ما هو ده السنغالي كيتا بالدي ده اللي انا بتكلم عليه. ده لعيب مميز جدا، لعب في انتر ولاتسيو وموناكو. يمكن حتى انا علمت برضو ان ما اعرفش هل الكلام ده صحيح ولا، ان بعض بيراميدز كان اتكلموا معاه، ولكن يعني لما سالت في النادي الاهلي اشادوا باللاعب وقالوا انه من ضمن الاسماء المطروحه، ولكن هل بقى الاهلي اتحرك بشكل رسمي لضمه فعلا زي ما البعض بيقول وموجود او هيكون موجود في القاهره خلال الساعات، ولا دي مجرد اجتهادات فقط؟ مؤكد انه من ضمن اللعيبه اللي على اجنده او على طاوله يعني صفقات النادي الاهلي. فاعتقد يعني النادي الاهلي لما يتحرك في الصفقات، يعني اتمنى ان اكون من العيار الثقيل، مع ما يعني انت حتى الصاعدين تكتشفهم وتعيد تواجد البعض منهم مع عوده المصابين زي طاهر محمد طاهر وحسين الشحات و و و. وبالمناسبه ما فيش عرض وصل لحسين الشحات، لان النهارده احد المواقع كتبت ان حسين الشحات جاله عرض من الانديه الاماراتيه، لكن ما فيش عرض وصل بشكل رسمي لضم حسين الشحات، وهو بيوصل برنامجه العلاجي بشكل كويس خلال الفترة يعني الماضية. فأعتقد يعني نادي الأهلي كل الكلام دلوقتي يعني على الصفقات. تاني بعيد وبأكد برضو إن ماشاريبوف من ضمن الناس المطروحة بقوة، ويمكن حتى النهارده إحدى الصحف الأوزبكستانية اتكلمت إن لاعب وسط النصر السعودي جلال الدين ماشاريبوف، ان النادي الاهلي المصري مهتم بيه، وانه زي ما انا قلت 28 سنه ولعب في عديد من الانديه وراح لفريق شباب اهلي دبي الاماراتي ولعب مع فريق مصر السعودي، فهو من ضمن الاسماء المرشحه بقوه ايضا للتواجد في النادي الاهلي.
فالاهلي هتلاقي كل يوم تقريبا اجتماعات ما بين الكابتن محمود الخطيب وزي ما انا قلت لجنه التخطيط في وجود امير توفيق للحديث عن الصفقات وتطور الاحداث. الناس اللي بتسال على مصير سواريش تاني، سواريش باقي في النادي الاهلي حتى نهايه الموسم، هناك مراجعه ومتابعه للموقف بالكامل. وبعيد وباكد النهارده لاول مره ابتدى النادي الاهلي يبحث عن سيفيهات كبديله للمدير الفني القادم للنادي الاهلي. أشكرك شكرا جزيلا يا أستاذ أحمد. أشكرك يا عبد الناصر، وتحياتي للناس المحترمين المتابعين لينا والتعليقات الجميلة أنا بقراها، يعني بشكرهم شكرا جزيلا. شكرا جزيلا، ربنا يخليك يا رب.